إذا وبالعودة للحديث عن استمرار قصف النظام السوري وميليشياته على إدلب ومصير قرار إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين إلى الشمال السوري، معنا عبر سكايب من مدينة الريحانية على الحدود السورية الإعلامي السوري مصطفى نعيمي. أهلا بك معنا سيد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسادة المشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد مصطفى، بداية، ما هو المبرر لاستهداف هذه المناطق في جبل الزاوية بإدلب؟ لماذا يركز النظام على هذه المناطق علما أنها مناطق مأهولة بالمدنيين كما تعلم؟ نعم، النظام السوري يسعى من أجل السيطرة على الطريق الدولي M4 طبعا بدعم وإسناد من الميليشيات والإيجاد لإيران وإيران وعدة دول، ومن ثم يتم توزيعها على الجبهات ومحيط الطريق الدولي M4 وصولا إلى مدينة سراقب. هذا الطريق الذي يربط منطقة الساحل بمنطقة الوسطى، ومن ثم من خلالها يتم تسيير العمليات العسكرية وصولا إلى معبر يعروبية، وهذا سيسهل كثيرا بالنسبة للتحركات الروسية ويزيد من انتشار القوات العسكرية الروسية في شتى في الخارطة السورية بشكل عام. إذا ما عدنا إلى أهمية هذا الطريق الدولي أو محور جبل الزاوية، وهو الذي يطل يعني هو يطل ناريا على هذا الطريق الدولي، وهذه القرى التي تتعرض بشكل شبه يومي لقصف أو غارات من قبل سلاح الجو الروسي، إضافة إلى المسيرات، نحن نتحدث اليوم عن القصف المدفعية الثقيلة التي تستخدمها الميليشيات، سواء كانت من ميليشيات النظام السوري أو حتى من ميليشيات ولائية متعددة الجنسيات. يتم تحديد الأهداف ورصد تلك الأهداف من قبل نعم، إذا هل تسمعني سيد مصطفى؟ تقوم بتحرك في ظل اي مقاومات استهدافها بالنسبه للفصائل المعارضه علينا ان نفعل الامر السياسي من الضغط. نعم نعم، يبدو ان اسمعك هناك بشكل واضح، تفضل. نعم، سأحاول سؤالك مرة أخرى أو سؤالك بالسؤال التالي، وهو يعني لاحظنا تزامن هذا الاستهداف مع انطلاق جولة السانة الجديدة، ما هي الرسالة التي يود النظام من خلال هذا الاستهداف إيصالها للمجتمع الدولي وللمدنيين في إدلب عموما؟ بداية علينا أن لا نغفل أن النظام السوري ليس لديه القدرة في تسيير تلك العمليات العسكرية، وحتى وإن أظهر بعض الصور أو الشرائط المصورة التي ظهرت عبر صفحات الموالية وكذلك وسائل إعلام النظام السوري بأنه يعد لمعركة إدلب، فليس لديه القدرة السياسية على اتخاذ هذا القرار العسكري والبدء بتلك العمليات. لكن مسار أستانا أو مع كل اجتماع يتم اجتماع دولي، سواء كان على مسار أستانا أو سوتشي أو غيره، حتى جنيف، يتم التصعيد من خلال الجبهات العسكرية ثم لتحقيق أعلى مكتسبات بالنسبة للنظام السوري، وبنفس الوقت هي دعم للطرف الآخر وهو الحليف الضامن الروسي. يعني العمليات العسكرية هذه بالنتيجة تؤدي إلى دعم الموقف الروسي برمته، وبنفس الوقت تضغط على الجانب المعارضة السورية وكذلك الولايات المتحدة، يعني في عملية فتح المعابر واستدامة دخول المساعدات الإنسانية، هي رسائل، يعني هي عبارة عن رسائل مزدوجة للاجتماع الدولي وكذلك للمعابر من أجل يعني الضغط على الشعب السوري بشكل عام أو المدنيين اللاجئين النازحين الذين قدموا إلى الشمال السوري والذين يبلغ عددهم قرابة 3.5 مليون، إضافة إلى المليون الموجودين في محافظة المليون و200 ألف، نحن نتحدث عن 4 ملايين تقريبا و700 ألف الآن متواجدون هم في محيط محافظة إدلب عموما، منهم 1.2 مليون على الشريط الحدودي في مخيمات لا تصلح لأدنى مقاومة حياة الإنسانية من قبل قوات النظام على يعني الطريق أو المناطق التماس عموما، وكذلك الانتشار الجديد الذي نلاحظه بشكل كبير بالنسبة للميليشيات الولائية في محيط مدينة سراقب، إضافة إلى محيط الفوج 46 في ريف حلب الغربي، أي أنه يعني في النظام السوري يسعى من أجل إطباق السيطرة على هذا الطريق الدولي وتأمينه بشكل كامل من أجل البدء بعمليات أو دفعة معنوية لهذا النظام بوصولا إلى تسيير العمليات العسكرية مرورا من العراق وصولا إلى المحيط محافظة حلب، بحيث أنه سابقا كان يقطع آلاف الكيلومترات من مدينة دير الزور إلى المنطقة الوسطى ومنها إلى شمال حلب.
هذه تكلف النظام اعباء كبيره وبنفس الوقت تعرضه للمخاطر. اما ان فتح هذا الطريق الدولي وهذا المنطقه هي اصلا نفوذ متعدد، لذلك تامل له قليل من الضربات، وبنفس الوقت لا اعتقد ان المجتمع الدولي سيبقى صامتا عن كل تلك التجاوزات. نعم، اذا كنت معنا عبر سكايب من مدينه الريحانيه على الحدود السوريه الصحفي والاعلامي السوري مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لك.